السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل المساله رقم 16 في مشروع اويلر، فخليكم معايا. فالمساله بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان رقم 2 لو رفعته للاس 15 هيديك الرقم ده 3 2 7 6 8، تمام؟ لو انا خدت الارقام ديت وجمعتهم هيديك رقم 26. فهو عايز ايه؟ هو عايز يجيب بقى مجموع الارقام اللي موجوده في العدد 2 بعد ما رفعه الاساس 1000، تمام؟ فهو الحل بسيط خالص والمسألة بسيطة خالص جدا، يعني احنا حتى الفكرة ديت احنا اتكلمنا عنها قبل كده واستخدمناها في حل مسائل تانية، تمام؟ فان شاء الله هنشرحها تاني، مفيش ضرر يعني ان احنا نشرحها تاني ان شاء الله. فالفكرة كلها ان احنا هنعمل ميثود اسمها ديجيت سام، تمام؟ بتاخد يعني ايه متغيرين اتنين اللي هو البيز والباور، البيز اللي هو الاساس والباور اللي هو الاس، تمام؟ فاحنا خلينا يعني ايه القيمة الديفولت بتاعتها او القيمة الافتراضية البيز الاساس هيبقى 2 والباور 1000 اللي هو طالبهم يعني هنا في المسألة، تمام؟ طيب وبعد كده، بعد كده بقى هناخد النمبر بقى اللي عندنا الناتج، بعد ما نرفع الاساس للاس المعين اللي هو مديهولنا في الدال، تمام؟ نرفع الاساس للاس المعين فيديك الرقم. وبعد كده، بعد كده الريزلت ديت عبارة عن مين؟ عبارة عن حاصل جمع الارقام ديت، تمام؟ طيب بعد كده، بعد كده بقى دي الشغل كله بقى، احنا هنعمل ايه؟ احنا الرقم بتاعنا ده هنفضل نقسمه على 10 على 10 على 10، تمام؟ لحد خالص ما الرقم يصفر خالص، يبقى كله صفار، وبالتالي احنا كده جبنا كل الاعداد اللي في الرقم ده، تمام؟ بعد ما نجيب الاعداد ديت هنقوم احنا جايين جامعينهم، تمام؟ فيديك مين؟ نديك مجموع الاعداد المكونه للرقم ده. طب هنعمل كده ازاي؟ احنا هنيجي على الرقم ده نشوف باقي قسمته على 10. فلو مثلا احنا جبنا الرقم ده مثلا، تمام؟ فلما انت تيجي تشوفه هتقول له بقى قسمته على 10 هيديك كام؟ هيديك 8، تمام؟ وبعد كده الباقي ده خلاص بقى، فهو بقى قسمه الرقم ده على 10 هيديك 8، تمام؟ فاول راي يبقى اول رقم من على اليمين 8، تمام؟ وبعد كده نضيفه على الريزلت اللي هو الرقم ده، تمام؟ فيبقى الريزلت كده بيساوي 8، ماشي؟ وبعد كده، بعد كده نقوم احنا جايين نفس العدد ده نقوم احنا جايين قاسمينه على 10. بس مهم جدا ان احنا نعمل ايه؟ تعمل 2 فورورد سلاش، عشان لو انت عملتها شرطه واحده كده هيقسم الرقم وهيعمله يعني ايه؟ هيخلي الرقم عمليه القسمه فيها كسور، وانا مش عايز كده، انا عايز الحاجات دي تطير، تمام؟ عشان لما يجي يقسم مثلا الرقم ده، يعني لما يجي يقسم الرقم ده على 10، تمام؟ فهيطلع فيها كام؟ هيطلع فيها 3276 و8 من 10. تمام؟ التمانية من عشرة ديت أنا مش عايزها، تمام؟ مش عايز أنا كسور عشرية، فعشان كده أنا قسمت على مين؟ يعني استخدمت اللي هو العلامتين دول، تمام؟ بس، وكل مرة بقى هفضل أقسم على 10، تمام؟ وبعد كده نكرر نفس الكلام ده بالظبط على باقي الأرقام. فهو أول حاجة هنشيل رقم 8، خدنا رقم 8 وبعد كده شلناه، وبعد كده نطبق تام، هيبقى الرقم الجديد بقى عامل كده، تمام؟ يقوم إحنا جايين واخدين رقم 6 ونشيله، يبقى لنا الرقم ده وهكذا، تمام؟ لحد ما نوصل لرقم 3. تمام؟ فرقم 3 باقي قسمته على 10 كام؟ 3، تمام؟ وبعد كده يقوم احنا جايين قاسمين 3 على 10 هيديك 0، تمام؟ عشان احنا بناخد اعداد صحيحه، ما بناخدش كسور، تمام؟ بس كده، فاول ما يوصل للصفر يقوم جاي عامل ايه؟ يطلع من اللوب اللي عندنا، تمام؟ ويكون كده جمع كل الارقام اللي موجوده في الرقم ده، تمام؟ وبعد كده يرجع لنا القيمه. طيب حل تاني، حل تاني انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن مثلا تاخد الرقم اللي عندك ده، تمام؟ وتحوله لسترنج، تمام؟ وبعد كده، بعد كده تقوم انت جاي واخد كل حرف جوه السترنج ده وتحوله لانتجر تاني، وبعد كده تفضل تجمع مين؟ تجمع الارقام ديت مع بعضها، تمام؟ هو تنفيذها سهل وخالص ما فيهاش حاجه، تمام؟ بس الفكره يعني ان انا عايز استخدم ارقام، مش عايز انا استخدم سترنجز والكلام ده كله او الحاجات من ديت، تمام؟ انا عايز استخدم ارقام، وكمان بيتهيألي الطريقه ديت هتبقى اسرع عشان السترنج بيكون اوبجكت وحاجات يعني حاجات معقده كده يعني، فبالتالي الطريقه ديت اسرع ان شاء الله يعني. تمام؟ فأنا جيت جربتها على 100,000، 100,000 خدت تقريبا ثانية ونص، تمام؟ فتعالى بقى يعني ايه نجربها كده على 1000، هنشوف هتاخد كام؟ أهو 1000، أو خليها مثلا خليها نعملها أوتوماتيك، تمام؟ هي كده كده القيم معمولة، تمام؟ فكده الرقم دي الناتج بتاعنا خد كام؟ 276 مايكرو ثانية، يعني تقريبا مش ما خدش حاجة أساس. فتعالى كده بسم الله. تمام، فالحمد لله كده الايه المساله اتحلت الحمد لله، ما فيش اي مشكله، بس كده. فالمساله بسيطه خالص، واحنا الحمد لله احنا حلينا المساله دي قبل كده، يعني الفكره احنا عارفينها قبل كده لو انت كنت متابع معانا من اول المسائل من اول خالص، تمام؟ فهي الفكره متكرره قبل كده وحلناها بس. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك،
واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.